في قناة صوت العدالة، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر من قلب مدينة الدار البيضاء. يعني كما تشوفوا معنا احنا بالطريق السيار، يعني الناس اللي جايين من جل المدن المغربية من أجل أنهم يشاهدوا مباراة الوداد البيضاوي والأهلي المصري نهائي دوري أبطال إفريقيا. يعني كما تشوفوا معنا في هذا البث المباشر، يعني مدينة الدار البيضاء كتشهد على أجواء خاصة وكأنه عيد فعلا، لأن الجماهير المغربية كتمنى الفوز لفريق الوداد البيضاوي اللي كيمثل الكرة المغربية في هذا النهائي اللي هو نهائي صعب على فريق الوداد وليس بالسهل على فريق الأهلي المصري. مباراة صعبة، يعني شنا مباراة الإياب يعني أو الذهاب عفوا اللي جرات في مصر، يعني انتهت بجوج الأهداف مقابل هدف واحد لفريق الوداد، واللي غيرجع الفضل ديالو في مركب الرعب مركب محمد الخامس. يعني كما كنعرفوا الجماهير المغربية والجماهير الودادية لن ولم تستسلم، يعني الكاس جبين يديها، يعني الشعار ديالهم هو دونور، يعني خرجوا الكاس من دونور ما يمشيش الكاس من المغرب، يعني هذا هو الشعار ديال الجماهير الودادية والمغربية. يعني عدد كبير من الجماهير اللي توفدت من جل مدن المغرب وحتى المغاربة المقيمين بالديار الأوروبية حتى هما جاءوا من أجل أنهم يعيشوا المتعة، لأن مباراة الفينال في مركب الرعب يعني المتعة لا شيء من غير المتعة، والأهازيج والصوت الذي لا يعلو عن صوت جماهير المغربية كالمعتاد، لا جمهور الوداد ولا جمهور الرجاء ولا الماس ولا 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 بزاف ديال الجماهير، يعني كدير أهازيج وتيفوهات اللي كيشوفوها جل يعني المغاربة وجل المواطنين كيتبهروا بها، يعني عمل جبار كيقوموا به الناس ديال الإلتراج. يعني الآن يعني عدد كبير من المتفرجين كيتوافدوا على مركب محمد الخامس من أجل هذه الليلة، هذه الليلة الأسطورية، من أجل هذه الليلة، من أجل هذا اليوم، يوم عيد لفريق الوداد للمغاربة اللي غيشرفوا الكرة المغربية، لأن الكاس غيرجع الفضل ديالو على فريق الوداد وعلى المغرب وعلى الكرة المغربية اللي كما كنعرفوا الرياضي الأول وداعم للرياضة والرياضيين الملك محمد السادس نصره الله وأيده. يعني الكرة المغربية غدا من حسن إلى أحسن بفضل التعليمات والتدبير المحكم ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره. كما تشوفوا معنا في هذا البث المباشر، يعني الآن نتوجه إلى مركب محمد الخامس من أجل أننا نقول لكم الأجواء اللي غادي تكون جانب مركب محمد الخامس. متابعينا الكرام، شكرا على تفاهمكم وشكرا على تتبعكم. نلتقي في بث مباشر قادم ان شاء الله، وان شاء الله البث المباشر اللي غنوعدكم به من قلب مركب الرعب مركب محمد الخامس، من اجل اننا نشاهدوا هذه المباراه التاريخيه اللي كتنظم في البلاد ديالنا، وان شاء الله كل شيء غادي يدوز بخير وبسلامه. شكرا.